السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنبتدي شرح ازاي نلغي اعلانات الهاند كافيه اللي هو قدامنا دوت. ده بتبقى مشكلة في جميع السايبرات ومشكلة في الأماكن العامة، لأن الهاند كافيه بيجيب مواقع وبيجيب صور غير لطيفة وغير محببة. يعني ممكن يكون عندك طفل شاب أي أيا كان، يعني غير مسموح ان هو حد يشوفه يعني. فاحنا هنبدأ ازاي نشرحه؟ يعني اول حاجة هنخش على جوجل كروم وهنخش على الاعدادات. هو ممكن يجيب لك اعلان زي كده، هو اعلان مثلا تاني بيبقى منظر وحش. فاحنا هنخش على الاعدادات اللي هو السيتنج، هنخش على الاضافات، هننزل بلوك سايت. بس ازاي ننزل بلوك سايت؟ عن طريق ايه؟ جود مور، تخش عليها هيجي لك الصفحة بتاعت اللي هو ويلكم ويب ستور، الستور بتاع جوجل. هتنزل منه، هتكتب في السيرش بتاعه بلوك سايت، وانا نزلت لك نزلت لكم كده اسفل الفيديو عشان محدش خليكم معايا. هنكتب هنا بس الاول بلوك سايت، هندوس انتر، هيجي لك ثلاثة. انا مختار اي واحد، واي واحد هينفع معاكم، بس انا اختار اي واحد. يعني بعد ما تضيفه هتخش على البرنامج نفسه، بعد ما يتضاف معاك هتدوس اللاو اللي هو يعني او تثبيت، وتخش هيختار هيجيب لك ان انت تضيف المواقع. انا سهلتها عليك وعملت لك فايل اللي هو هتدوس هنا، هتدوس امبورت بعد ما تضيف الفايل. بس هو هيقول لك فين الفايل. الفايل انا مسجله على الديسك توب، الفايلات ديت الاول، الفايلات ديت هتلاقيها اللي انا مدونها لك، هتلاقي اسفل الفيديو هتلاقي في رابط تخش عليه تعمل داونلود.